خويا ما شفتوش. هذا عندك البلوك جي في سيكوندور. حوجونا من هيك نروحوا في السيكوندور. معليش اخي هذا في سيكوندور والجناح رقم 30. البلوك يعني البلوك جي راه معمر فيه لاسين. اتفضل بارك الله فيك صحتك خويا. يرشدون يوجهون ويساعدون الأعوان المتطوعون لتنظيم حفل افتتاح العرس المتوسطي، ومنذ فتح أبواب ملعب وهران كانوا عنصرا مهما في عملية تأطير دخول الجماهير إلى المدرجات. أولا حاجة نعلم الأنصار توانا باللي راهو عاد العملية عبر إلكترونية تكون حسب يخصص هو المكان تاعو قبل ما يجي المكان لنا يعرف المكان تاعو راه. بصفتنا متطوعين خدمتنا أنه نوجهوا للجمهور نستقبلوه ونوجهوه وين يقعد وين يروح فما يصراوش مشاكل وتعدي ان شاء الله تعدي بالبيان. رانا لهنا ننظموا في الناس وين يدخلوا الاماكن تاعهم ننظموا في نوفروا لهم الامن والحمايه. ما تعلمه المتطوعون من مختلف ولايات الوطن طيله فتره تربصهم جسدوه في حفل الافتتاح من خلال مرافقه الوافدين الى الملعب. البروغرام هذا فيه من 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 كل ولايه 10 متطوعين، تما رانا كاع 580 متطوع، هادو دي ستادي متطوعين خصيصا الالعاب بحر الابيض المتوسط، تلقينا تكوين مده 3 تربصات. هي سلسلة من الجهود التي بذلتها الطاقات البشرية المسخرة لإنجاح حفل افتتاح الألعاب المتوسطية، فكان الأعوان المتطوعون أحد حلقاتها بامتياز.